أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عنوانها: المقاربات المحلية والدولية لتطويق الأزمة السياسية، فرضيات نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة واحتمال تمدده خارج سرت، إعادة بناء البلاد والتنافس لجلب الاستثمارات. وللحديث أكثر في هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة سيوني الخولي. سيد الخولي، أرحب بك معي في حلقة اليوم. أهلا بك وبمشاهديك الأعزاء وفريق العمل، أهلا وسهلا. يصنف خبراء النزاعات المحلية بين الأقليات والمرتبطة بالجنوب لعدم وجود قنوات اتصال بينهم من بين الأسباب المباشرة التي ساهمت في تأجيج الصراع بين الأطياف السياسية، كما اعتبروا أن المجتمع الدولي لطالما اهتم بالأجزاء الغنية بالنفط في الشرق والغرب ولم يهتم بجنوب البلاد رغم دور سكانه في تحقيق الاستقرار، وفيما يلقي البعض باللائمة على المجتمع الدولي في الوصول إلى هذا الوضع، يعتبر آخرون أن إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادتين السياسية والعسكرية وتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر من الحلول التي من شأنها أن تساهم في تخطي الأزمة السياسية. أبرزت الكاتبة ماريا جابرييل في مقال صدر على موقع مجموعة إي بي بي أنه بالإضافة إلى الانقسام بين الشرق والغرب، يبقى الصراع الليبي صراعاً متعدداً مع توصل النزاعات المحلية بين الأقليات، وترتبط هذه الصراعات خاصة في الجنوب بعدم وجود قنوات اتصال بين الأقليات، كما أبرز ذلك ممثلو التب والتوارق والأمازيغ في مؤتمر حول الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق الاستقرار في ليبيا نظم في بروكسل. واعتبروا أن المجتمع الدولي طالما اهتم بالأجزاء الغنية بالنفط في الشرق والغرب ولا يهتم بجنوب البلاد رغم دور سكانه في تحقيق الاستقرار بالبلاد. واعتبرت الكاتبة أن غياب الحكومة وفشل الدولة وغياب المؤسسات وعدم الاستقرار في البلاد يؤثر على أوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وبينت أن ليبيا كانت دائماً مفتاحاً لاستقرار منطقة الساحل الإفريقي، وهي منطقة بدورها مهمة للتعامل مع العديد من التهديدات الأمنية في أوروبا وإفريقيا. ومع استمرار دعم عملية السلام في ليبيا، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التأكد من شمولية العملية، خاصة إشراك الأقليات العرقية في الجنوب، وهذا عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم، ويمكن للاتحاد الأوروبي دعم إعادة بناء الدولة الليبية باستخدام أدوات مختلفة. أجرت الصحفية سوسن أبو حسين حواراً مع وزير الخارجية الليبية طاهر سيالة، نشر على موقع يومية الشرق الأوسط، تطرق فيه الأخير إلى رؤيته للحل الأزمة الحاصلة في ليبيا، بالإضافة إلى موقفه من تباين المواقف الغربية حول رؤيته للحل. وفي هذا الخصوص ذكر سيالة أن مفتاح حل الأزمة السياسية يكمن في أمرين: الأول إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية، والأمر الثاني أن يتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر. وأضاف وزير الخارجية الليبي أنه بخصوص الترويكا العربية الإفريقية الأممية المنعقدة في الجامعة العربية مؤخراً، فالمطلوب في المرحلة الراهنة تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، إذ لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيداً عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها، وأعني أن تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية. واتهم المتحدث أطرافاً دولية وإقليمية بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي، لافتاً إلى أن المطالب الليبية تتمثل في أن تلتزم بعض الدول بمواقفها المعلنة وتكف عن تشجيع الأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي
السياسية. أما بخصوص دور دول الجوار وهل هناك تقدم ملموس في مساعيها، ذكر رئيس الدبلوماسية الليبية أن دول الجوار تبذل كل جهدها وهي تحاول منذ بداية الأزمة التوصل للحلول، وأضاف أنها عقدت اجتماعات عدة كان آخرها في النيجر، لكن الضغط المطلوب يحتاج لكل الجهود العربية والدولية، ولهذا وقع الاتفاق على ضم جهود دول الجوار إلى اللجنة الخماسية خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد مؤخرا في أديس أبابا. أما بخصوص تشكيل المجلس الرئاسي للحكومة، فقد أشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أرجأ تشكيل الحكومة إلى أن يتم تعديل الإعلان الدستوري ثم الاتفاق السياسي عليه حتى يحصل على القوة المطلوبة. هنا الكاتبة جابرييل على موقع مجموعة ABP ألقت الضوء على صراع آخر يدور في ليبيا، وهو الصراع بين الأقليات، غير أنه لم يلقى اهتماما دوليا أو صدى كافيا في وسائل الإعلام بحسب الكاتبة. في تقديرك سيد الخولي، ما حجم هذا الصراع وخطورته قياسا بالصراعات السياسية الأخرى الموجودة في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل أشارت الكاتبة إلى هذا الصراع الذي يبدو منزويا في جزء غير مرئي أو في ركن غير مرئي من كلية الصراع في ليبيا، ولكن دعينا نقول وبصراحة وموضوعية أن الحل السياسي أو التسوية السياسية لأي نزاعات داخلية لها أسلوبان في التعاطي أو في الحل. هناك تسويات أو هناك حلول تأتي من أعلى إلى أسفل، أي تأتي من خلال الشخصيات، من خلال الكيانات السياسية، من خلال التحالفات السياسية، وتبدأ من هنا. وهناك حلول أخرى تبدأ من الأسفل، تبدأ من المجتمع نفسه أو المعني بالتسوية، وترتفع إلى أعلى حتى تصل إلى المستويات القيادية والتنفيذية. ما يجري في ليبيا هو إهمال كامل للبنية الاجتماعية الأساسية للشعب الليبي. وهنا أنا أقول بأن التسوية لو تمت بهذا الأسلوب، أي من بالأسلوب الفوقي عن طريق الشخصيات والذي ما يعرف أو بالقيادات، لن نصل إلى شيء. والآن وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى شيء. لماذا؟ لأن هذه الأشخاص لا تمثل الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا، وهذه الأشخاص لا تسعى إلا إلى مآرب شخصية وأهداف سياسية جهوية. طيب، من خلال ما تحدثت عنه سيد بسيوني عن وجود قصور في الاهتمام بالجانب الاجتماعي في ليبيا، الكاتبة رأت أن تطويق الصراع في الجنوب الليبي بين المكونات الثقافية سيسهم من شأنه في استقرار البلاد بشكل كبير. إذا لماذا لا تولي بعثة الأمم المتحدة الراعية للحوار السياسي اهتماما أكبر باحتواء هذه المكونات، لسيما وأن تداعيات صراعها خطيرة على استقرار ليبيا بحسب الكاتبة؟ لا ينبغي أن نحمل أو ننحي باللائمة دوما على بعثة الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة هي بعثة جاءت من أجل تأدية مهام معينة، ويتؤدي هذه المهمة من وجهة نظرها ومن رؤيتها الخاصة. فهذه رؤية قاصرة، هذه رؤية قاصرة ولن تؤدي إلى حلول حقيقية للوضع في ليبيا. ينبغي على الليبيين أنفسهم أن يكون ذلك، ينبغي عليهم هم أن يجتمعوا على كلمة سواء، يبدأوا في البحث عن الأزمات، يبدأوا في البحث عن طبيعة الصراع، لماذا يتصارعون ومن أجل ماذا. عند هذه النقطة وعند تحديد الهدف من الصراع والهدف من التنازع، سوف يتم التقاط هذه المسببات والدواعي للنزاعات بين الليبيين. وهنا نبدأ من القاعدة، نبدأ من الأدنى، نبدأ من التحتية، من الأساس. وعندما نصعد إلى الشخصيات والكيانات التي تمثل هذه التحتية، نعم، هذه اللحظة ستكون التحتية مهيئة ومؤهلة لأن تصطلح، وبالتالي السياسي عليها أن يصطلح. هنا في حوار لوزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق مع الشرق الأوسط، تحدث عن خيوط حل الأزمة الليبية، منها نجاح التروكة العربية الإفريقية الأممية بإقناع خليفة حفتر بالالتزام بالاتفاق السياسي
والتقيد بدوره العسكري. هل يمكن أن تغير هذه التركة من موقف حفتر ومعسكره ودعمه السياسيين؟ أنا أقول أنه لن يتم تغيير موقف خليفة حفتر إلا إذا اقتنع الرجل وقدمت له أدلة وقدمت له ضمانات على أنه سيكون على أرضية أو خلفية صلبة فيما يتعلق بالقادم في ليبيا. هو يريد أن يضمن لنفسه دورا ولمن خلفه دورا مهما في القادم في ليبيا. إذا أقنعوا بذلك وقدموا له الضمانات سوف يقتنع الرجل وسوف ينخرط في العمل السياسي. طيب. وسوف ينضم إلى 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 طرابلس وتكون توزع الأدوار هو عسكريا وطرابلس سياسيا. ولكن دعيني أقول وأكمل الجملة أن هذا أيضا لن يحل المسألة. المسألة لن تحل بهذا الشكل طالما أننا نعمل على السطح ولا نغوص في الأعماق إلى الشعب الليبي. البنية الأساسية لهذا الاتفاق، كل الاتفاقات التي سوف تتم هنا أيضا ستكون عبارة عن في ذات السياق. سيد الخولي، وزير الخارجية المفوض سيالة تحدث عن عدة أمور أخرى ستدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، كالتزام بعض الدول الإقليمية والدولية بموقفها المعلن الداعم للاتفاق السياسي. ما أهداف هذه الدول من انتهاج موقفين مزدوجين برأيك؟ الدول الإقليمية ومنها مصر على سبيل المثال لن تلتزم بموقف واحد، ستظل تعمل بموقف مزدوج، موقف معلن يؤيد التسوية وموقف آخر خفي تحت السطح يؤيد خليفة حفتر والمجموعة التي في الشرق. ومن ثم فلن يجب هذا ولن يمنع هذا إلا اتفاق الشعب الليبي، إلا إذا بدأنا من الشعب الليبي ومن بنية الشعب الليبي والشعب الليبي نفسه يتفق. هنا لن تتدخل مصر، لن تتدخل أي دولة أخرى على الإطلاق، وستتم التسوية على أحسن وجه لأن الشعب هو الذي أراد هذه التسوية. ننتقل إذن لمناقشة ما جاء من مقالات في المحور الثاني. يرجح متابعو للشان الليبي أنه مع الاقتراب من تحرير مدينة سرت مما يعرف بتنظيم الدولة، يبدو أن التنظيم يسعى إلى التأقلم مع التطورات عوض التفكك. فرغم تراجع تواصله مع العالم الخارجي إلا أنه استطاع أن يطور شبكات سرية تساعده على إعادة الانتشار على حد تعبيرهم. وتتجه الاحتمالات إلى فرضية تحالف التنظيم مع جماعات جهادية أخرى لضمان البقاء. ذكر الكاتب ماركو أرنابولدي في مقال على موقع The Atlantic Council أنه مع الاقتراب من تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة، يبدو أن التنظيم يسعى إلى التأقلم مع التطورات عوض الاضمحلال. فرغم تراجع تواصله مع العالم الخارجي، أبرزت التصريحات الأخيرة لقادة التنظيم والأساليب المستخدمة في القتال مدى قدرته على التعامل مع التداعيات. ومن أجل بقائه على قيد الحياة يتوارى التنظيم عن الأنظار ويشكل شبكة من الخلايا السرية. واعتبر الكاتب أن داعش يعرف أوقاتا صعبة، وخلافا لسوريا والعراق تبقى ليبيا كيانا مجزأ. فمن الناحية المثالية تنقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وهي طرابلس وبرقة وفزان، ولكن على أرض الواقع لا تتجاوز سلطة ولايات برقة وطرابلس بنغازي وسرت. أما فزان فلم تمارس أي شكل من السلطة الإقليمية، لذلك ما تزال بعض عناصره وخلاياه ناشطة في فزان وطرابلس وهي تشكل مستقبل التنظيم. وأضاف الكاتب أنه من غير المرجح أن تبقى الوحدات الجديدة للتنظيم وراء الأضواء، فتموقعها في ليبيا يسمح لها بتنفيذ هجمات متقطعة في المدن الساحلية بإقليم طرابلس، وتمثل العاصمة ومصراتة أهدافا رئيسية بسبب ما يمثلانه على المستويين السياسي والمؤسساتي. واعتبر الكاتب أن ما يعتبر علاقة تعاون تكتيكية قد يتحول إلى ممارسة واسعة، وإذا كان لليبيا أن تحقق استقرارا أفضل فقد تجد مختلف الجماعات الإسلامية أن من المفيد التعاون فيما بينها. هذا ولا يمكن للتنظيم أن يتحمل تراجع عدد المقاتلين، وهو ما كشفته تصريحات البغدادي
والمهاجرة، وقد اعتمد في الفترة الأخيرة على عدد من المنافذ غير الرسمية لتلبية احتياجات الدعاية. ورغم أن وسائله الإعلامية عرفت مشاكل تقنية، إلا أنها كانت مسؤولة عن حملات تجنيد واسعة خاصة في منطقة الساحل. وبين الكاتب أنه على الرغم من أن تحرير سرت هو إنجاز كبير لتحسين الأمن في ليبيا، إلا أن التخلص من تنظيم ما يزال بعيداً، وقد تشهد ليبيا في الأشهر القليلة القادمة إطلاق حملة تمرد من قبل التنظيم. هنا كاتب المقال على أتلانتيك كونسل ذكر أن التنظيم يسعى إلى التأقلم مع التطورات العسكرية الأخيرة عوض الانهيار، وأنه سيلجأ إلى استخدام أساليب جديدة للتعويض عن خسارته في سرت. يعني ما احتمال تمدد التنظيم عبر شبكات سرية سيد الخولي؟ كل التنظيمات المتطرفة لديها القدرة الخارقة على العمل بأسلوبين، بالأسلوب العلني كما هو بادي من تنظيم الدولة، وبالأسلوب الخفي حيث تذوب عناصر التنظيم وتختفي في نسيج المجتمع المقصود أو المعني، ثم تبدأ بعد ذلك في التشرذم حينما تتاح الفرصة وتحين الظروف الملائمة لكي تعمل عمليات عدم استقرار من خلال التخريب والتدمير والإرهاب وما إلى ذلك. ولكن ينبغي أن نؤكد على أنه هذه الفرضية أو هذه المقاربة قد لا تحدث. لماذا؟ لأنه إذا تم التسوية السياسية في ليبيا وتم إحكام الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد، فهذه الخلايا التي سوف تذوب في المجتمع ثم تتبلور مرة أخرى لن يقدر لها أن تتبلور مرة أخرى، سوف تذوب فقط وستوف تنتهي وتذهب من ليبيا إلى غير رجعة. في سياق حديثك وأيضا ما ذهب إليه المقال، سياسة التأقلم التي تحدث عنها الكاتب في المقال سبق وأن حذر منها تقرير صادر من المجلس الأطلسي. في اعتقادك هل عناصر التنظيم الموجودة في ليبيا لديها خبرة قتالية عالية للتأقلم مع التجديد العسكري المفروض عليها؟ بالنسبة للخبرة القتالية، التنظيم لديه خبرة محدودة وليست عالية فيما يتعلق بضروب وأنواع القتال التكتيكي وقتال المدن وقتال ما يعرف بالشوارع، لكن التنظيم بخبرته المحدودة لن يتمكن من أن يواجه القوة العاتية للبنيان المرصوص وما يقف وراءها من إمكانات غير عادية وغير محدودة. فالتنظيم عسكريا محكوم عليه بالفناء، هذا أمر ينبغي أن يعلم ويعلمه الجميع. أما فيما يتعلق بالتنظيم في العمل السري، التنظيم في العمل السري لن يوقف إلا التسوية السياسية وإلا ما يعرف بفرض الأمن في البلاد وحالة من الاستقرار في البلاد. فإذا الوضعيتان العسكرية والوضعية الخفية للتنظيم ممكن أن يواجهها بسهولة، وأنا أقول بأن هناك إدراك ووعي لهذه المسألة، وسوف يتم احتواء التنظيم في الشمال الأفريقي بهذا الأسلوب، لأن دول الشمال الأفريقي كلها ابتداء من ليبيا وتونس والجزائر ودول أخرى تعي ذلك وسوف تتمكن من القضاء على التنظيم بهذا الشكل. من خلال ذلك، ما هي الأولوية التي يتوجب على قادة البنيان المرصوص إلائها لإفشال قدرة التنظيم على العودة لشن هجمات انتقامية؟ ينبغي كما قلت أن تحدث عملية تثقيف وتوعية حقيقية للمجتمع الليبي كي لا يشكل ما يشبه الحاضنة لهذا التنظيم. أي عنصر من التنظيم يوجد في أي مكان ينبغي التبليغ عنه مباشرة، وينبغي القبض عليه وإخراجه خارج البلاد أو محاكمته ووضعه في السجن بشكل أبدي، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة ما يمكن أن ينجم عن المعركة الحالية من عملية تبلور لخلايا سرية من التنظيم في أماكن أخرى. وبهذا ننتقل لمناقشة ما جاء في المحور الأخير من هذه الحلقة.
يستأثر جلب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء البلاد باهتمام الفاعلين السياسيين من القطبين، وفي هذا الإطار تتنزل مساعي مسؤولين من المنطقة الشرقية لإقناع المستثمرين الأجانب بالتعامل مع المؤسسات الاقتصادية التابعة لهم بدل التعامل مع المؤسسات الشرعية. ذكر الصحفي خافير مارتينيز في مقال بصحيفة إسبانية أي بي سي أن وفداً من الفنيين والسياسيين يقوده المستشار في حكومة طبرق محسن ونيس القذافي يقوم بجولة في أوروبا لإقناع الشركات الغربية بالقدوم إلى شرق البلاد والاستثمار هناك، وأن المنطقة باتت آمنة. وأفاد أن جلب الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يساعد على إعادة بناء ليبيا. وحسب المستشار في حكومة طبرق يتمثل دور الوفد في السعي لرفع ما وصفه بالحصار الاقتصادي على بلده، وذلك من أجل إعادة بناء ليبيا التي تبقى بحاجة إلى لملمة جراحها القديمة والجديدة على حد تعبيره. ولفت إلى أن المنطقة غنية بالموارد ولكنها تفتقر إلى الغذاء والدواء وغير ذلك من الضروريات، لأن ودائع المصرفية مجمدة وأوروبا تتطلع إلى الجانب الآخر، وهذا ينبغي أن يتغير بدءا من إسبانيا. من خلال متابعتك ما جاء في المقال سيد الخولي، ما حظوظ أن تكلل مساعي حكومة طبرق في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الشرقية بالنجاح والتعامل معها عوضا عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا؟ أنا أستغرب لهذا السلوك الخبيث والغير مسؤول من أطراف أو من ما يعرف بالمسؤولين في حكومة الشرق أو في حكومة طبرق. هذه تصرفات غريبة في الحقيقة، ولا ينبغي أن تصدر عن إنسان مسؤول وإنسان ليبي حقيقي. نحن الآن لسنا بصدد البحث عن استثمارات أو إعادة إعمار، نحن الآن بسبب أو بصدد ما يمهد لهذا وهو التسوية السياسية. ينبغي الآن أن تظهر ليبيا دولة واحدة، دولة ديمقراطية عصرية، شعبها شعب متحد، العمل السياسي فيها يقوم على أساس المواطنة والديمقراطية، هذا ما ينبغي أن يكون. لكن أن نبدأ من الآن في تصرفات وسلوكات غير مسؤولة وخبيثة وجهنمية، هذا لن يأتي بشيء. وأنا أؤكد أنه لن يستجيب أحد لهذه الدعوات ولهذه الجولات في أوروبا. ما هو المستثمر ومن هي الشركة التي سوف تأتي لتعمل في الشرق وهي تعلم أنها تعمل مع جانب أو طرف من الأطراف الليبية؟ هذا لن يحدث، وهذا أمر غير شرعي وغير مشروع، وينبغي ألا يصدر لا عن الغرب ولا عن الشرق. ينبغي أن ننتظر إلى أن نسوي أمورنا سياسيا ونقف على أرضية صلبة، وسوف يأتينا الاستثمار بدون ما نذهب إليه. هذا ما ينبغي أن يفهم ويعلم. نعم. طيب، هل الوضع في جميع مناطق ليبيا دون استثناء مهيأ لجذب المستثمرين الأجانب اليوم؟ كما ذكرت لتوي سيدتي الفاضلة، الوضع الآن غير مهيأ على الإطلاق. من هو المستثمر الذي سوف يأتي بشركاته وبأمواله لكي يضعها في أماكن معرضة لأن تكون محل للصراع في أي وقت من الأوقات، ومعرضة للتفجير والتدمير في أي وقت من الأوقات؟ هذا عمل غريب، هذا عمل صبياني، عمل أخرق، لا ينبغي أن يتفق مع شخص عاقل. هذا عليه أن يرجع وعليه أن يحاول أن يبحث عن التسوية السياسية ومع زملائه الليبيين ومع إخوانه الليبيين، وبعد ذلك لكل حدث حديث، بعد ذلك نبحث عن التعمير. هذا لن يفضي إلى شيء. وبذلك وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحليلات. كنت معنا عبر سكايب من القاهرة أستاذ النظرية السياسية بجامعة القاهرة بسيوني الخولي، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم جميعا. كما أنوم مشاهدينا الكرام، إلى إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، وإلى اللقاء.